بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 24 بعد 120. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: في إحدى السنوات حجينا مع إحدى الحملات، ولكن هذه الحملات أخذت منا مبلغا كبيرا ولم تفي الحقيقة بما وعدتنا فيه من أمور تيسر الحج. يقول فضيلة الشيخ: ما هي النصيحة التي توجهونها لمثل هذا العقد مع هذه الحملات مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه يجمعي. أما بعد، فإنه لا بأس بالحج مع الحملات المنضبطة التي تؤدي ما عليها حسب الشروط التي بينهم وبين الحجاج، لما في ذلك من تعاون وإراحة الحجاج. لكن على أصحاب الحملات أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يقوموا بالواجب الذي عليهم نحو الحجاج، أن لا يتعبوهم ويكلفوهم ما لا يطيقون. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن يمكنوهم من أداء المناسك، يمكنوهم من أداء المناسك على الوجه الصحيح، ولا يطلب الترخص والفتاوى الشاذة لأجل أن يخففوا واجبهم نحو الحجاج ويخلوا بحج من معهم. عليهم أن يتقوا الله أو أن يتركوا الحملات. يجب على من يدخل في الحملة أن يؤدي ما أوجب الله عليه، ولا يتهاون بشيء من أعمال الحج، لأن بعضهم سمعنا أنهم يسعرون الحج حد أدنى وحد أعلى وما أدري كيف، حج الميسر والحج يصير للسعر، والحج التام يصير للسعر، تبي منى لك سعر، تبي تنزل مزدلفة لك سعر، تبي تنزل بالعزيزية، هذا كله من التلاعب بأعمال الحج. الواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يمكنوا الحجاج من أداء مناسكهم على الوجه المشروع. لا مانع أنهم يأخذون منهم الآجار الذي ليس فيه إجحاف وفيه وفاء حقه، لا ضرر ولا ضرر. ثم على الحجاج إذا رأوا تقصيرا من صاحب الحملة، خصوصا الإخلال بالحج، عليهم أن يشتكوه للجهات المسؤولة لتنصفهم منه ألا يسكتوا عنه. أحسن الله إليكم. هذه الرسالة وصلت الحقيقة من سائلة للبرنامج، تقول: أود أن أسأل حول الذهاب للأعراس والمناسبات التي يوجد فيها منكرات، وهؤلاء قد يكونوا من صلة رحمي، فما موقفي من هذا مأجورين؟ الأعراس والتجمعات الآن يغلب عليها فعل المنكرات والتعري عند النساء، خصوصا الشاب، عدم الاحتشام. فالحفل أو الاجتماع الذي فيه منكرات وعدم التزام بالحجاب لا يجوز للمسلمة أن تذهب إليه ولو كان من أقاربها، لأن صلة الرحم لا تكون بالمعصية، ما تكون بالطاعة. فلا تجامل في هذا الأمر، ولا تخشى الناس في ترضي الناس بسخط الله عز وجل. لا ترضي الناس بسخط الله، وإنما ترضي الله سبحانه وتعالى ولو سخط الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. على المرأة المسلمة أن تلاحظ هذا، وعلى أولياء أمور النساء أن يقوموا عليهن. الرجال قوامون على النساء، وأن يشرفوا على هذه الأحواش أو هذه بيوت الأعراس أو الاستراحات، أن ينظموها بنظام يضبطها، لأنهم مسؤولون عنها أمام الله سبحانه وتعالى. وعلى ولي المرأة إذا علم أن هذا الحفل فيه منكرات لا يأذن لها ولا يمكنها من الذهاب إليه. الرجال قوامون على النساء. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شيخ، هل يحق لأولياء القتيل تحديد القيمة في الدية؟ نعم، لهم أن يعفوا إلى الدية وإلى ما شاءوا من المال، لأنهم مخيرون بين القصاص وبين أخذ الدية.
أخذ الفدية بدل القصاص. إن أخذ الدية المحددة فهذا أحسن، وإن طلبوا زيادة عليها فلا بأس، ولكن لا يصل إلى حد المبالغات واتخاذ القصاص سلعة للبيع والشراء كما يقع من بعض الجهال الآن، الملايين وعشرات الملايين، ويروح يتجبه الناس ويسأل الأمراء ويسأل فلان وعلان. هذه ظاهرة سيئة، هذه ظاهرة سيئة. وخير الأمور أوسطها، كونه يعفو مجانا هذا أفضل، وأجره عند الله، إن عفا وأصلح فأجره على الله، وأن تعفو أقرب للتقوى. وإن أراد المال الأفضل أن يأخذ الدية، دية العمد، هذا هو الأفضل. وإذا زاد شيئا يسيرا أو غير باهظ فلا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: أرجو ذكر صفة الاستنشاق وما حكمها في الوضوء، وما الفرق بين الاستنشاق والمبالغة في الاستنشاق؟ هل يلزم أن يسحب الماء داخل الأنف أو يكفي أن يدخله بيده؟ الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس ثم ينثره، الاستنثار هو نثر الماء من الأنف بالنفس أيضا. الاستنشاق واجب في الوضوء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بالمضمضة والاستنشاق، وأمر بالمبالغة فيهما، قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. لا يكفي أنه يضع الماء في أدنى أنفه ثم يخرجه، لا بد أن يبلغه إلى أقصى أنفه، وذلك بالمبالغة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأخت السائلة فضيلة الشيخ تقول: لدي سؤال، هل يجوز لي السفر مع أخ زوجي وعائلته من مدينة إلى مدينة أخرى تبعد مسافة 3 ساعات، علما بأن لدي أطفال أحدهم يبلغ من العمر 7 سنوات والآخر 10 سنة؟ أفتوني في سؤالي. محرم المرأة هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هذا هو محرم المرأة، ويشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا مسلما، هذا الذي يشترط بمحرم المرأة. ولا يجوز لها أن تسافر مع زوج أختها، لأنه ليس محرما لها، هي تحرم عليه ما دامت أختها في ذمته تحرم عليه، لكن هذا التحريم ليس على التأبيد، إنما هو مؤقت، فلا يكون محرما لها، هو أجنبي منها تحتجب منه ولا تسافر معه. نعم. من أسئلتها تقول: بالنسبة للبسملة عند الوضوء، هل هي واجبة؟ وإذا نسيها الإنسان ماذا عليه؟ التسمية في بداية الوضوء مشروعة بإجماع أهل العلم، ولكن اختلفوا هل هي واجبة أو سنة. جمهور على أنها سنة، ولكن الإمام أحمد وطائفة من العلماء يقولون إنها واجبة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والأصل أن النفي يكون لحقيقة الصلاة، الجمهور يقولون النفي للكمال ليس لحقيقة الصلاة، ولكن المسلم يحتاط لدينه فيسمي عند بداية الوضوء. نعم. يسأل هذا السائل فضيلة الشيخ عن قطع الأراضي، يقول: هل عليها زكاة؟ هي في حوزتي منذ سنوات، وقد أعددتها للمستقبل إن شاء الله لأولادي في بناء بيوت لهم، هل تلزمها الزكاة؟ هذه ليس فيها زكاة، إذا كنت نويتها للسكنة لك أو لأولادك أو للعقار هذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الأرض المعدة للبيع، إذا نويتها للبيع ومضى عليها سنة بعد النية يجب عليك الزكاة فيها، لأنها أصبحت سلعة معروضة للبيع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يا فضيلة الشيخ أرسل بسؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، عندنا مسجد تنحرف فيه القبلة على الاتجاه الصحيح انحرافا كبيرا بقدر 57 درجة حسب الآلة المعدة لتحديد جهة الكعبة، وقد دأب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد لعدم علم الكثير منهم بانحراف المسجد عن القبلة، فهل هذا الأمر يؤثر في صلاتنا؟ استقبال القبلة وهي الجهة التي فيها الكعبة هذا شرط من شروط صحة الصلاة، قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم ولوا وجوهكم شطره. والانحراف في المساجد القديمة إذا كان كثيرا بحيث أن الكعبة تكون أو الجهة التي فيها الكعبة تكون على جنبه أو خلف ظهره هذا لا يجوز، لا تصح الصلاة معه. أما إذا كان الانحراف دون ذلك فإنه لا يؤثر على الصلاة، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فالأمر واسع في هذا بشرط لا يبلغ حد الانحراف عن جهة القبلة. فإذا كان المسجد فيه انحراف فإنه يجب أن تعدل الصفوف، تعدل الفرشة إلى الاتجاه الصحيح. وإذا أعيد بنا هذا المسجد، إذا هدم وأعيد بناه، فإنه يجب أن يقام على القبلة، ويعدل ما فيه من الانحراف. نعم. له سؤال ثاني يقول: فضيلة الشيخ،
هل يجوز إعطاء الشخص الغارم من قرض ربوي؟ لا يجوز التصدق بالتبرع بالربا، لأن الربا حرام شديد التحريم وهو سحت، ولا يجوز لك أن تتملكه ولا أن تقضي منه حوائجك ولا أن تتصدق منه، لأنه سحت وحرام. لكن من كان يرابي ثم تاب إلى الله توبة صحيحة ولم يعد إلى الربا، وكان عنده أموال مجتمعة جمعها من الربا ويريد أن يتخلص منها، فلا مانع أن يتبرع للمحتاجين منها وأن يدخلها في المشاريع الخيرية من باب التخلص، لا من باب الصدقة أو أن لك أجرا في هذا، وإنما هو من باب تخلص من المال، لأن هذا في حكم المال الضائع الذي ليس له مالك، هذا في الذي تاب من الربا وعنده مال مجتمع يتخلص منه. أما الذي يقول أنا بأشتغل بالربا ولا أنا بأكل من الربا ولا أخذ لكن أتصدق به، هذا لا يجوز، لا يجوز له ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. له فقرة أخرى يقول: ما المقصود بالغلول وما مثالها؟ الغلول في الأصل هو الأخذ من المغانم قبل أن تقسم، الغلول في الأصل هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، هو كبيرة من كبائر الذنوب، و يتناول كذلك الأخذ من بيت المال من غير إذن الحاكم، الموظف الذي يأخذ من بيت المال أو يحتال على بيت المال، يضع مسيرات وأشياء على أنه عمل كذا وأنه انتدب وأنه كاذب، هذا كله من الغلو، لا يجوز، لا يجوز. وكذلك الهدايا التي تهدى للموظفين والذين يقومون على جمع الزكاة، هدايا غلو، قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو القدر الكافي من العلم الذي يتعلمه المسلم وتبرأ به الذمة؟ ما يستقيم به دينه، عقيدته، صلاته، زكاته، صيامه، حجه، عمرته، ما يستقيم به دين المسلم هذا واجب على الأعيان، فرض عين، لا يعذر أحد بجهله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم العدل بين الزوجات وبأي شيء يكون العدل؟ العدل واجب من الزوجات، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، في الحديث: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، حديث الصحيح. ويكون العدل في أربعة أشياء: النفقة، في الإسكان، في الكسوة، في المبيت، هذه الأربعة يجب العدل فيها بين الزوجات بحيث لا يزيد واحدة على الأخرى. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هذا القول ينسب لمن وما معناه بأن هذا العلم دين؟ اعلموا عمن تأخذون دينكم. نعم، هذا مأثور عن بعض السلف، أظنه عن ابن سيرين رحمه الله. العلم دين، لأن الدين قائم على العلم، دين بدون علم لا ينفع، الدين قائم على العلم، لا بد أن يتعلم الإنسان ما يستقيم به دينه. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن المشايخ والمعلمين يختلفون، منهم من يتقي الله ويخشى الله ويربي على العلم الصحيح والعقيدة الصحيح، هذا هو الذي يؤخذ عنه العلم. أما العالم الضال والعالم المتساهل أو المنافق الذي علمه على لسانه فقط، هذا لا يجوز أخذ العلم، أو المبتدع، هذا لا يجوز أخذ العلم عنه، لأنه يؤثر على تلميذه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: الشيخ، متى يمكن الحكم على ثياب بنجاستها؟ هل برؤيتها والتأكد واليقين أم بمجرد الاحتمال والشك؟ الشك والاحتمال لا حكم له، والأصل الطهارة، إلا إذا تيقنت وعلمت أنها هذا الثوب وقعت عليه نجاسة، أو هذه البقعة، أو على بدنك نجاسة، تيقنت هذا وجب عليك غسلها وإزالتها. نعم. يسأل فضيلة الشيخ في فقرة له عن لباس الشهرة: هل هو يشمل الرجال والنساء أم الرجال؟ يشمل الرجال والنساء، ولباس الشهرة هو المخالف لما عليه المجتمع، اللباس المخالف لما عليه المجتمع في البلد، بشرط أن يكون ما عليه المجتمع متوافق مع الشرع. إذا كان لباس المجتمع متوافقا مع الشرع، لا يجوز لأحد أن يخالفه ويكون من لباس الشهرة. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائل فضيلة الشيخ سؤاله عن البدعة، يقول: ما تعريفها وما حكم الابتداع في الدين وما مثاله؟ الابتداع في الدين محرم شديد التحريم، والمبتدع آثم مردود عليه عمله، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة النار. ويؤخذ من هذا تعريف البدعة أنها ما أحدث في الدين مما ليس منه، الذي يأتي بعبادة أو بذكر لله أو ليس له دليل من الشرع، لا من الكتاب ولا من السنة، هذا هو البدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بكل خطبة من خطب الجمعة كان يأمر بلزوم الكتاب والسنة ويحذر من البدعة. يقول صلى الله عليه وسلم: أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور محدثاتها، البدعة شر ومبعدة عن الله، وإن كان صاحبها يتقرب إلى الله بزعمه يريد الخير. العبرة ليست بالنيات والمقاصد في هذا، العبرة بالموافقة للشرع. لا يعمل المسلم شيئا إلا بدليل من الشرع، لا يتقرب إلى الله، لا يعبد الله إلا بما شرع. والدين مبني على أصلين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. تقول هذه الأخت السائلة: أنا مدرسة في الرياض وأذهب إلى الدمام، فهل يجوز لي الجمع والقصر عندما أذهب إلى أهلي في الدمام لمدة 4 أيام، وما ضابط القصر؟ إذا كنت مستقرة في الرياض تذهبين للدمام للزيارة، وقد انتقلت من الدمام انتقالا كاملا وأصبح موطنك في الرياض، فأنت تقصرين الصلاة إذا ذهبت إلى الدمام في الطريق وفي الدمام، إلا إذا نويت إقامة تزيد على 4 أيام. إذا نويت إقامة تزيد على 4 أيام إنك تتمين الصلاة، لأن السفر انقطع. تصومين في رمضان أيضا لأن السفر انقطع. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. يتجدد